محمد محمود علي زناتي، عبد العظيم ابراهيم محمد، محمد محمد ابراهيم البتاجي، ايوه صفو حمود حجازي، ايوه الفتاح الاسلام يورطكم حتى لا يكون الكيان الوحيد، ننوس ايديكم بالدماء حتى تكون شركاء معه في الدم الذي اقترفه. انا الافت قيادات القوات المسلحه وقيادات الشرطه، واذا لم تكن القيادات بهذا فاناشد الضباط والجنود، ليس فقط الامتناع عن تنفيذ التعليمات والاوامر، بل ان خلع السي العسكري والسي الشرطي والعوده الى البيوت، لان هذه الشرطه وهذا الجيش فقدا الواجب الوطني. لم نتحدث عن عزاء، لكن نتحدث عن اعراض الفردوس التي قدمنا فيها التضحيات، لا لمصلحه دنيه من عرض الدنيا ولا لصراع سلطه كما يحاول ان يصور المدللون، لكن والله لا لشيء الا ان يعيش هذا الشعب وتعيش هذه الامه في كرامه، في عزه، في راس مرفوعه، في استقلال وطني، في تحرر وطني حقيقي. ارجو من هيئه المحكمه ان تستمع له كاملا، وارجو ان يتم تكليفه حرفيا، وانا اعتز بكل حرف قلته في ذلك، وهو دليل براءتي، لان لما بتكلم عن قتل كما استمعت هيئه المحكمه، الحديث عن مقتل الدج ومقتل المئات، ومع ذلك لا تخرج تخاطب الناس، حافظوا على انسانيتكم. وحديث الان في هذا المقطع الذي استمعتموه الان عن الطائرات والدبابات والقتل والرصاص، ومع ذلك نقول اخواننا بقوا علينا وان ارادوا فتنه امامنا. المحكمه مش مجال للخطب الحماسيه والشنطه. مش خطب يا فندم. اتفضل يا محمد. مش خطب يا فندم. اتفضل. انا اقول ان هذا دليل براءتي، ارجو من هيئه المحكمه الاستماع له كاملا حرفيا. انت اديت كلامك والمحكمه نفسها سرفان بقول لك اقعد.